إحدى الأخوات المستمعات تسأل ورمزت إلى اسمها بالحروف ها لام قاف، لها سؤال اعتذرت في البداية وتقول اعذروني فقد يكون السؤال غريبا ولكني أريد أن أفهم، إذا كان الميت يعذب في قبره فكيف يعذب، بجسده أو بروحه؟ وإذا كان يعذب بجسده فكيف يعذب الذين يحرقون أو الذين تتفجر بهم السيارات؟ الواجب على المسلم أن يعتقد ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من أن الميت يعذب في قبره أو ينعم. طيب، يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. طيب، لصحة وتواتر الأحاديث والأدلة بذلك من الكتاب والسنة، فعذاب القبر أو نعيمه حق، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما كيفية التعذيب فهذه مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله، ولكن الظاهر والله أعلم أن التعذيب يقع على الروح وعلى البدن، بل هو الحق أنه يقع على الروح وعلى البدن، فيعذب البدن وإن استحال إلى تراب. طيب، فإنه يعذب لظاهر الأدلة. طيب، يعذب مع الروح، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. طيب، ولو احترق أو تفجر بحادث تفجير أو حريق، نعم، فإنه يناله من عذاب القبر أو نعيمه ما يناله، حتى لو أكلته الطيور أو السباع أو صلب على خشبة ولم يدفن حتى تلاشى وفني، فإن عذاب القبر يصل إليه. طيب، والله قادر على كل شيء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.